فاكرين يا عيال الصورة دي؟ كانت أحلى أيام. معقولة لسه عندك الصورة دي؟ ده أنا كنت بحبها. شفت دينا شكلها كان عامل إزاي؟ إيه ده؟ أنا بقيت شكلي كده. مش بنشوفك ليه أونلاين؟ هتشوفوني كتير أونلاين علشان بقى عندي BFM من IM. IM مش بس خدمة إنترنت، دي حياة كاملة هتعيشها وأحلام كتير هتحققها. اوعى الدنيا تنسينا الأيام الحلوة. IM حياتك أونلاين. ما هو كمان أنا مش عاوز يكون في شكوى تم تحويلها من وزير الزراعة لرئيس الحكومة وانت تهون منها علشان تدافع. ما تهونش عشان تدافع عن انا ما عندكش شكاوى كردية. لو في إدانة لأي طبيب انا افصله من النقاب. بس برافو يا مين اللي عقد عقاب شديد. التقرير اللي هو جايبه معاليك يا وسمح، ان كان في اشاره يا استاذ وائل الى إدانة ادي المنشور. احنا ما بنجيبش ورق من بيتنا، احنا بنجيب ورق دي من حكومه. انت صفقه لحوم المشروع اللي انت اتكلمت عنها هي دي. لا هي دي. طيب فين التقرير بتاع خلينا ورقه وبناقشه منه. طيب خلينا يا فندم، هو غلط خلينا هو دلوقتي بيقول ان المصيبه في اللجان دي انه هذه لجان يمكن ان تتحالف مع بعض المستثمرين اللي لا يهمهم الا انه عاوز بضاعته تدخل عشان يكسب، وبالتالي يمكن انه ياخد المعلوم حسب وصف الجواب ياخد فلوس. وصف الدكتور، وصف الدكتور في الجواب. اعترض على المسميات والمعلوم وكل يا بيه. فين الدكتور؟ ما هو عندك اسمه بطاقته ورقم قومي. حققه. ايه مالك؟ ده معاه. هو ده معاه. مع ده حقق معاه. حق التقرير ده علاقته بدي؟ هو ده تقرير لجنه. لجنه طلعت قالت عملنا وكشفنا بيطابق كلامه بالكميات. ايه علاقه ده لحوم لحوم فاسده؟ واحد بيدعي حققه معاه. انت اكتشفت احنا نشرنا ما هو احنا لجنه. هو جاي ده ليه؟ مش ده اللي هو بيستشهد بيه؟ لا يا بيه، الجواب اللي بيستشهد بيه. هو انت انا بقول لك ده مطابق ازاي؟ ده اللي مطابق. طيب خلونا يا جماعه خطوه. استاذ علاء بس اولا ما هو عندك دكتور احمد. انا عايز اشوف انت معاهم. ها كان معاهم هناك. اساله هو. اسالني انا. استناني. استناني. اه اتفضل. ها ايه هو في ايه؟ انت دلوقتي انا بكلم واحد بس كده عشان نوصل للحقيقه. ما انت اللي منفعل مش ده. ده ناس شرفة. لا انا هو الدكتور مش شريف. انا هقول لسيادتك الدكتور مش شريف. انا عايز اقول لسيادتك حاجه. ايه المانع انه يكون مغرض؟ خلاص هاته وحاسبه. طب انا هحاسبه. واحنا بنشرها. انا حاسبه. واحنا بنشرها. خلاص واحنا بنشرها. ده مستند. والحقيقه يعني مستند مش بسيط لانه يعني هو مبعوث لرئيس الوزراء. يعني الراجل مش عارف يتكلم. المشكله انك تبعت لاوباما. هو مين اللي باعت؟ مين اللي باعت؟ طيب استاذ علاء بس خلينا في احنا ليه بنفترض القضيه الاساسيه؟ مع القضيه الاساسيه انا بقول لحضرتك ادي لما بنلاقي اخطاء بنعترض. هو في خطا حاسب عليه قول لي. دكتور بيدعي هاته وحاسبه قول لي. ماشي قول لي. قول لي كلام. انا عايز اقول لحضرتك قول له كلامه غلط. انت دلوقتي بتتكلم في برنامج محترم وهيذاع على برنامج محترم. ما انا عايز اقول لحضرتك حاجه. ما احنا هنطلب بالتحقيق. طبعا ما تحقق بعد ما تحقق وتدان اللجنه يبقى نقول هذا الكلام. انت حققت. انت تعرف حاجه عن الموضوع اصلا؟ انا اللي يهمني انه اللحمه القادمه او اللحوم القادمه من الخارج تكون سليمه صحيا. انا يهمني ده. طالما المستندات والشكوك اللي ابداها الدكتور محسن بتقول انه انا تعليق على ابداء الدكتور محسن. هو طب ما تقول لي يعني. ولازم اتكلم. هو بيقول لك ملاحظه مهمه جدا. اتفضل. احنا بطلنا نبعت لجان طبيه تفتش. هو بيقول لك انه لا في بعض الامراض الموجوده في الحيوانات لن تكتشفها الا قبل الذبح. نعم. وبالتالي انك تعمل لجان هنا بعد ان تاتي اليك اللحوم ملهاش قيمه. اللحوم يمكن ان تكون فاسده تصيب المواطنين صحيا. نعم. انا عاوز اضمن انها ما تصيبش الناس صحيا. نعم. انا معايا سجلت عشان ارد. اتفضل. دلوقتي طبعا الكشف الظاهري قبل الذبح امر هام. طب امر هام خلاص. انا افتقدته دلوقتي. لا ما افتقدتوش. انا هذه الدول دول يهمها سمعتها. طيب مش مصر اللي هتهنيهم. سلاحك الوحيد انك بتفترض حسن النية في هذه الدول. مش مسألة حسن النية. الامراض اللي الدكتور بيقول عليها بطل الاكل اذا وجدت في هذه الدول فهي مسجلة في الـ OIE. يبقى احنا مش هنروح اساسا.
مصر هي الدولة الوحيدة اللي ما راحتش أوروبا بعد جنون البقر. العرب كله العرب كله بعد إذن حضرتك. لا العرب كله الدول كلها اتفتحت. أوروبا اتفتحت لجميع الدول ومصر ظلت محافظة. أقول لك أولا الدول دي البقر. الدول دي مش هتخاف على سمعتها. أنت بتقول إنه هذه الدول لن تستطيع إنك تكشف عن الأمراض الموجودة في اللحوم إلا قبل الذبح. هو بقول لك أنا ضمنتي إنه هذه الدول هتخاف على سمعتها. بالإضافة إلى إنه في منظمات صحية تمام عالمية. طب ليه وضع هذا العمل في البروتوكول بتاع دستور كشف اللحوم اللي هو الأنتي مورتم إنسبكشن؟ بالظبط. أنا أرد على معاليك. خلينا نقول تعبيرات شعبية. الدول الأوروبية حيوانات كنترول. دكتور أحمد مش بعد أنا حضرتك أكمل حضرتك. أيوه. ليه إحنا بنقول أثيوبيا ودول حوض النيل رغم إن إحنا عايزين نعمل معاهم علاقات عشان النيل والمية والكلام ده انا ببعت لجان لانه زي ما حضرتك في اثيوبيا زي ما حضرتك عارف ان دي مراعي مفتوحه تمام. حيوانات سايبه ان كنترول ما بيحصلش لها لا تحصينات ولا متابعه والحيوانات دي ممكن يكون فيها امراض والامراض دي جات لها قبل كده وحصل مناعه طبيعيه لو جات الحيوانات دي عندنا هتعدي حيواناتنا المصريه تمام. لكن اوروبا مش هتحصن حيواناتها؟ خلينا بقى في السؤال ده. هو بيقول لك مش هيخافوا على سمعتها؟ اوروبا عندها انثراكس يا دكتور؟ لا انا مش على انا بقول لو انت ده الانثراكس يا دكتور انا بقول في امراض لا يمكن اكتشافها ده علم حد قال غير كده وانا جبت حاجه من عندي يا دكتور لكن اللي انا عايز اقول عليه الدول اللي بتاخد غيري يوم بيودوا لكل دول العالم دستور اللحوم فيه انتي مورتم انسبكشن ولا لا؟ نعم طيب انا ما غلطتش كده لكن دول ما عندهمش مراعي اللي هو الكشف قبل الذبح دول عندهم حاجه كشف محصنه متظبطه بتروح لكل دول العالم بتصدر لهم احنا النهارده احنا عندنا حتى نقدر نعمل ربع عمايلهم في التحصينات يا دكتور هيبقى عندهم انثراكس طيب. احمد انا مش بتكلم على كده انا بقول فايده طيب دكتور محسن الذبح في الدول الاوروبيه والولايات المتحده الامريكيه لان انا سمعت كلام انهم احيانا بيستعجلوا فيخبط الحيوان في دماغه او يطلق عليه الخاطر دي حقيقه دي حقيقه انا يا استاذي انا عارف ان المعلومات مظبوطه انا عارف انا قلت ايه انا قلت من غير ما زياده اعداد المشرفين من المركز الإسلامي لمتابعة جزئية الذبح الإسلامي تمام. واللجان المتابعة طيب. اللي راحت تكون حريصة على أن نقاط طيب. الذبيح لا يوجد فيها أساليب غير الذبح الإسلامي اللي هي الأجهزة اللي بقول لسعادتك عليها دي يعني نقطة الذبح دي ثابتة بيدخل لها الحيوان طيب. لازم ما يكونش فيها الحاجات اللي هي انا مصورها معايا العلم حضرتك صور ايه صور السيركوسيستم الذبيح مصور سيركوسيست في اللحمه بس مش عايز افتح التليفون عشان ما حدش يضرب طبعا طلعها على يعني هي ممكن السيركوسيستم موجوده في حيواناتنا المصريه القانون بيحكمنا وبنتعامل معاه الذبيح طب ايه المشكله كل حيوان ما عندوش طريق ارد على يا جماعه السيركوسيست السيركوسيست كل انا بسالك سؤال احنا بنكشف على حيواناتنا المصريه وهناك قانون يحكمنا في معاملة السيركوسيست السيركوسيست هذه تسمى بروتوزوا يعني أوليات بلبنية أوليات أيوة أولويات بروتوزوا مش مسمها كده يا دكتور تمام. أوليات خلينا بقى في شعبها شوية وأنا بقول أوليات أنا عايز مالها بقى دودة إيه اللي أنا بعمله أنا دلوقتي وأنا عندي مجزر عند ما أجي السيركوسيست إزالة الليجن اللي هو الجزء المصاب الجزء المصاب أيوة. وامرار اللحوم رغم واذا انتشر هكمل معالي واذا انتشر في الذبيحه هتعمل ايه ما هو تعمل ايه انا بتكلم ما تسمع بقى الراي العلمي انت مصور دي منين اللي هي الدوده الدوده دي سيركوسيست موجوده في اللحم الهندي في لحم الرقبه نشوف حضرتك بس تيجي وانا اجيب لك انا مدير سلسليات عندي مجزر تعالى صور من موجوده بس لو حيواناتنا المصريه المشكله مش عايز اكلها يعني انا دوله اكمل معليك دوله زي الهند بتصدر ل 60 دوله يعني بتصدر انت الوحيد خلاص انا عايز انت بتحب اللحمه بهذه الامراض كل حضرتك داعي لا داعي انه انا بحب انا دلوقتي طيب. في قانون احنا في قانون الذبح في قانون الذبح بتقول انت عامل في الرقبه في الرقبه
اتفضل. انت ايه المشكله ان في مجزر في اوروبا بيذبحش الاسلامي؟ ايه المشكله؟ وممكن اصوره لك وممكن اجيبه لك. ايه المشكله؟ كل اوروبا انت ما عندك سيستم، هو بيذبح بطريقته لكن المجزر هو بيحترمك بس ممتاز. على فكره فرقنا الموضوع بالنسبه للاسلامي، دي مش موضوعنا.